المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حملت جهات من إخواننا المطرودي جو النيابة اللي كان الآن دابا في شارع العلوي، ماذا وقع في عيد الأضحى؟ وكأن التاريخ الماكر يتكرر، عيد الأضحى 53 المصيبة العظمى والهمجية البربرية. الفران مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تحتضن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية هذا اللقاء الذي هو عبارة عن ندوة سيشارك فيها مجموعة من الأساتذة والباحثين، وهو من تنظيم جمعية مغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975. لماذا المكتبة الوطنية؟ المكتبة الوطنية لأن الأمر يتعلق بالذاكرة، الذاكرة المشتركة. هذا الحدث الذي سيبقى نقطة أليمة في الذاكرة المغربية، عندما تم تعسفا طرد مجموعة من المغاربة الذين كانوا يعيشون في الجزائر إلى المغرب وأخذ وسلب كل ما يتوفرون عليه من أملاك وما إلى ذلك. هذا الحدث الذي أصبح جزءا من الذاكرة المغربية والذي يجب أن يبقى وأن يظل حتى يأخذ هؤلاء الضحايا حقوقهم كاملة ويسترجعوا ما كان بحوزتهم، وأيضا حتى تعرف الأجيال الصاعدة التي جاءت بعد 1975، لأنه هناك الجيل الذي عاش الحدث وعرف كيف عانى هؤلاء من جراء هذا الطرد والعنف الذي تعرضوا له في ذلك الليل، ليل عيد الأضحى، وتعرفون رمزية عيد الأضحى بالنسبة للمسلمين. وهذه الأمور التي تسجلها الذاكرة، وما دامت المكتبة الوطنية كما تعلمون هي خزان للذاكرة المغربية، ليس فقط على مستوى الوثائق وعلى مستوى الكتب، بل أيضا على مستوى الذاكرة الجمعية من خلال اللقاءات ومن خلال الندوات التي تحاول أن تلقي الأضواء الكاشفة وأن تنظر إلى هذه الأحداث نظرة، ليس فقط نظرة المؤرخ الذي يؤرخ الأحداث، بل أيضا نظرة الناقدي والمحلل الذي يقف على دقائق هذه الأحداث ويسجلها للأجيال المقبلة حتى تكون عبرة لها. بسم الله الرحمن الرحيم. ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر. هذه الندوة تأتي للنتائج اللي حققتها الجمعية بجوج ديال الأمور. أول حاجة في 2010 الجزائر كتصرح رسميا أنها طردات مغاربة من الجزائر، هذه نقطة أساسية. لحقنا الجزائر في المحافل الدولية وصدرت توصيات من لجنة عمال المهاجرين. أكثر من ذلك كاينه توصيات أممية بخصوص الاختفاء القسري، العشرات بل المئات ديال الضحايا اللي ماتوا من 75. أتدرون ما كان الجواب؟ الجواب تقول بأن هادو المختطفين أو المختفين كانوا نتيجة صراع أو نزاع دولي، أي نزاع دولي يتكلمون عنه ما منذ 1975 إلى 1990، ليس هناك أي نزاع دولي. إذا ثم هذا اعتراف ضمني وصريح بأن هناك اختفاءات قسرية في حق مغاربة أبرياء، ثم الصراع المغرب من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية كان على في الصحراء، بينما هؤلاء تم اختفاؤهم في داخل الجزائر، وبالتالي تعترف ضمنيا أن هناك اختفاء قسري، ثم كذلك تكذب على اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، وهذا يعني كذب واضح. وبالتالي النقطة الثانية هو أنه في 2023 المغرب يصرح رسميا أن الجزائر طردت 45 ألف عائلة مغربية، وأنها يجب أن تتحمل كامل المسؤولية القانونية حول هذه المأساة اللا إنسانية بل دراما إنسانية. وشكرا. السلام عليكم. دونك عائشة الدتسولي، أستاذة جامعية ومناضلة جمعوية،
وعضو بالجمعية ديال المغاربة اللي تطردوا من الجزائر بطريقة تعسفية وغير قانونية. اليوم كاين هاد الندوة اللي غادي تجمع الناس المهتمين بهذا الملف باش أولا الجمعية تقول شنو هما الإجراءات اللي دارت وفين وصلت، لأن الجمعية تأسست من 2006 وخدمت الحقيقة. هاد الملف هذا كان يخصو يتخذ بعين الاعتبار وبطريقة جدية من نهار اللي بدا المشكل في 1975، لأن هاد المغاربة اللي دابا تقريبا العدد ديالهم نص مليون مغربي تشردوا ويعني خرجوهم من ديورهم في نصاصة الليل وبواحد الطريقة وحشية، بواحد الطريقة بربرية، بواحد الطريقة يعني غير مقبولة إنسانيا ولا أخلاقيا ولا دينيا ولا إسلاميا، وفي يوم عيد الأضحى. وهاد الناس تشردوا وتشردت العائلات، لان بعض المرات غتلقى واحد العائله اللي النصف ديالها بقى في الجزائر والاخر بقى متشرد في المغرب، وهذا الشيء غير مقبول لا وطنيا ولا مغاربيا ولا دوليا. لهذا هاد الملف تيخصو يتخذ بعين الاعتبار بطريقه جديه، لان هذا عمل اجرامي، عمل غير إنساني، غير موضوعي، غير مقبول، ولازم لجنة حقوق الإنسان اللي عندنا في المغرب ولا في العالم ولا المنظمات العالمية الدولية، لا مثلا في جنيف ولا في لونو، تيخصنا هذا الملف وبمساعدة الدولة المغربية، بمساعدة وزارة الخارجية، بمساعدة جميع يعني المكونين ديال الدولة ديالنا، ناخذوا هذا الملف بجدية ونوصلوه لأعلى المستويات باش هذه الدولة اللي برهنات على أنها دولة إجرامية وإرهابية باش يعني تاخذ الجزاء ديالها، لان ما يمكنناش نخليو هاد الناس الضحايا متشتين، ورحنا تنشوفوهم هنا راهم يعني عايشين في واحد الحاله مأزمه بزاف. هاد الشيء غير مقبول، ولهذا انا تنادي ان المغاربه كاملين، لان كاين بعض المغاربه للاسف اللي هما ما قربش من المنطقه الشرقيه ما حسوش وما عاشوش هاد المشكل، انهم يكونوا عارفينه انه هاد المشكل من 75 هو كاين، ولكن احنا لانه عنده علاقه بالصحراء المغربية. علاش؟ لأن بوخروبة نهار اللي صفت هاد الناس شردهم قال لهم الملك ديالكم داير مسيرة خضراء للصحراء، سيروا نتوما هذه المسيرة الكحلة. صفت كان سيدنا الله يرحمه صاحب الجلالة حسن الثاني طلب باش 350 ألف مغربي يمشيوا للمسيرة، قال لهم حتى هو 350 ألف مغربي حتى هما غادي نخرجهم يديروا، وكانت ما تسمى بالمسيرة الكحلة. وهذا إذا ضد فينا، ضد في الصحراء، دونك عنده علاقة هذا الملف بالصحراء المغربية. ما حدنا تناضلوا مع هاد الجار يعني اللئيم، لأن تيقول لك إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمرد، لأن هاد الجار كرمناه. أنا تنعرف أن في عائلاتنا كاملين في المنطقة الشرقية عاوناهم بزاف، لا بوخروبة ولا بوتفليقة ولا بنبلة ولا ما كان يسمى بمجموعة ستة، يعني عاونوهم بالفلوس وبال فيزي لي زغم السلاح الى اخره. ولهذا ما غير مفهوم ان هاد المجموعه اللي عاوناها وخبيناها وكانت عندنا تتخبى في وجدها، ودرنا لهم واحد، كان عندهم حتى واحد الاذاعه اللي كانوا تيهضروا منها وكانت مخبيه عندنا في المنطقه الشرقيه، كانوا منها تيتكلموا. غير معقول انهم يتصرفوا مع المغرب بهذه الطريقه هذه. ولهذا يخص المغاربه كاملين ينوضوا وقفه وحده ونوصلوا هذا الملف لاعلى مستوى باش المسائل، لان هاد الناس تيخصهم جبر الضرر وتيخصهم التعويضات في جميع المسائل اللي مشات منهم وفي حياتهم. شكرا. عبد الملك بودين، كاتب العام لجمعيه الدفاع عن المغاربه ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر سنه 75 وابناء احد الضحايا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الكاتب العام لجمعية ضحايا التعسفي من الجزائر سنة 75 وابن أحد الضحايا، وتأسست هذه الجمعية هذه للغيرة ديالي على هاد الناس اللي تهضمت لهم صراحة الحقوق ديالهم، الممتلكات ديالهم، الطريقة باش تهزروا قصرا. أن الناس كانوا عايشين عيشة مزيانة في الجزائر، اللي خدامين، اللي عندهم أموال، اللي عندهم عقارات، اللي عندهم تجارة،
فإذا بهم تتفاجئوا في عهد الرئيس بومديان بواحد الترحيل قصري ترحلوا، وكانت ظروف ديال الترحيل كانت جد قاسية بزاف، لأن كاين اللي انفصل على الأبناء ديالو، كاين اللي انفصل على الزوجة ديالو، وكاين اللي يعني تجرد في ديك اللحظة من جميع الأموال ديالو، من جميع ديال حتى الأوراق الشخصية يمكن كاين اللي ما استطعش باش أنه يحملها معه، وبالتالي كانت واحد حياة أخرى غيعيشها في المغرب اللي هي ارتباطه دائما بداك الواقع اللي كان عايش. والصعوبة ديال الإدماج ديالهم في المغرب كان صعيب، لأنهم كانوا كيتكتلوا غير في مجموعات ديالهم على أساس بأنهم كائما كيحيوا القصص ديالهم، وكانت الصعوبة باش يندمجوا. الحمد لله كان الحسن الثاني رحمه الله أنه احتوى القضية ديال هاد الناس هادو، كان التوظيف ديالهم يعني ودمجهم في سوق الشغل، لكن كتبقى مطالب ديالنا كجمعية، وهو فتح الجسور لصلة الرحم بين الأهل والأحباب، استرجاع الممتلكات ديال الناس اللي مشاو للممتلكات، ثم التعويض. ولكن ما كان نقولش بأن التعويض المادي كافي، لأن الناس تدمروا نفسانيا، ما نقدروش واحد الإنسان نعوضه قداش ما نعوضه أموال الدنيا، ما غاديش تعوضوا ديك المعاناة النفسية. لهذا كان طالبوا استرجاع الممتلكات، مد الجسور بين الأهل والأحباب، ثم يعني تكون القضية تدويل ديال القضية ديال هاد الناس هادو، ما يبقاوش هكا مهمشين، ترجع لهم الحقوق ديالهم. المطالب الأساسية ديالكم اليوم شنو هي؟ المطالب الأساسية استرجاع الممتلكات، جميع الممتلكات اللي افتقدوها المغاربة في ديك اللحظة اللي كانوا عايشين فيها في الجزائر. هذا المطلب الأول، استرجاع جميع الممتلكات. ثانيا هو مد الجسور وفتح واحد يعني المنفذ باش هاد العائلات يلموا الشمل ديالهم، وصلة الرحم، لأن راه كاين اللي الزوجة ديالو تفرق معها مازال تمايا، والأبناء ديالو كاينين، لأن ما نساوش بأن التاريخ راه كانت منطقة الشرقية وراه عائلة واحدة، يعني المغاربة مع الجزائر عائلة واحدة، كانت الحدود كاع غير ما كايناش، كان ديك صلة رحم التزاوج بيناتهم كيتزوجوا، يعني كنقولوا عائلة واحدة. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هو تعويض هاد الضحايا هادو على هاد السنوات هادي، لأن ما يمكنش أنت واحد الإنسان جربتي من جميع الممتلكات ديالو ويقدر يندمج في المجتمع. علاش؟ لأن كانت معاناة نفسية، راه كان الناس اللي مساكن ماتوا غير بالفقصة ديال هاد الموضوع هذا. وهادو ثلاثة المطالب اللي حد الآن هي التعويض ضروري، جبر الضرر، تعويض على المعاناة النفسية والاجتماعية إلى غير ذلك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.